كنتمنوا ان شاء الله لا كوب نجيبوها للبركان ان شاء الله ونفرحوا الجمهور البركاني والجمهور المغربي ان شاء الله. فالاصابه بعدا كنبغي نشكر الطاقم الطبي على المجهودات اللي كيقوموا بها، فالحمد لله كانت عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى اننا غادي نرجعوا ونساعدوا الزملاء ديالنا. الحمد لله داك الشيء اللي تاثرنا الدخول ديالنا جا سجلنا هدف في الشوط الثاني. كما قلت لك المجموعه احنا القوه ديالنا هي في المجموعه ديالنا في لافامي ديالنا. ان شاء الله مازال كتنتظرنا مباراه ديال الحسم ان شاء الله في اسكندريه ان شاء الله. فاول حاجه كنشكروا الجمهور اللي ساندنا طيله اللقاء طيله 90 دقيقه. الحمد لله الشوط الاول كان هنايا في المغرب، حاولنا اننا نجيروا الماتش ديالنا وربي ما خيبناش، استطعنا اننا نسجلوا في اخر لحظات. كنتمنى اننا ننساو ان شاء الله هذه المقابله ونفكروا المقابله الجايه ان شاء الله في اسكندريه باش نديو ان شاء الله اللقب للجمهور البركاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.